خليني أبارك لمنتخب مصر للشباب مواليد 95 اللي الحقيقة معلهوش أي أضواء، فاز النهاردة 3-0 على منتخب السودان هناك في السودان الشقيق. منتخب مصر للشباب اللي بيدربه الكابتن علاء ميهوب عمل إنجاز عظيم في رحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، فاز على منتخب السودان في السودان 3-0، ودي نتيجة مش قليلة ومنتخب مش قليل، منتخب السودان للشباب منتخب مش قليل وحاجة عظيمة جدا. خلينا أقول لحضراتكم برضو الخبر قدامي أهو، أنه تقدم المنتخب الوطني عن طريق كريم وليد في الدقيقة 5، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحرز ناصر ماهر ومحمد مجدي هدفين متتاليين، شيء عظيم جدا جدا جدا. ويعني زي ما قلنا قبل كده، منتخب الشباب ده هو نواة لمنتخب مصر أيام الكابتن حسن شحاتة، منتخب الشباب اللي أخد أمم إفريقيا، هم كانوا نجوم بعد كده المنتخب الأول. لو تذكرنا أحمد فتح، حسام غالي، عماد متعب، عمرو زكي، حسني عبد ربه، أحمد سمير فرج، كل الأسماء العظيمة دي كانت، شريف إكرامي طبعا، كل دول كانوا منتخب مصر للشباب. فاحنا عايزين بقى، وبعدين بعد كده خش بقى على محمد صلاح بقى ومحمد ابراهيم ومحمد جابر بقى وعمر جابر انا اسف والشناوي واحمد حجازي وكله محمود علاء وتاحه وغيره وغيره، كل دول لعيبه كبيره وهتبقى انا هي دول هيبقوا لعيبه منتخب مصر، عايزين نلقي ضوء اكتر. انا النهارده الحقيقه عملنا المستحيل عشان نجيب لكم الثلاث اهداف، ولا حد اهتم بيهم خالص، ولا حد زعم، ولا تسجيل ولا حاجه خالص. قلبنا النت واليوتيوب والدنيا كلها اتقلبت عشان نجيب لكم، مع الاسف مفيش حد اهتم خالص هنا في مصر بالموضوع ده. لكن خلينا نقول لهم مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك، وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله يا هذا المنتخب يبقى نواه يقدم لنا لعيبه، لانه عنده فرقه حلوه وعنده لعيبه ممتازه هتبقى باذن الله دي عناصر رئيسيه في منتخبنا الاول. مع باقة من الأخبار العالمية، ولكن بعد الفاصل. مصر المقاصة يمكن كانت من الفرق اللي الكل كان متوقع انها تكون من أندية القمة والرباعي اللي في المربع الذهبي، لكن الأمور اختلفت، إيه الأسباب؟ في أسباب كتير قوي، أسباب كتيرة جدا. إحنا كان عندنا مشكلة مادية في أول الموسم، الولاد قعدوا شهر ونص في البيت أثر عليهم من الناحية البدنية، عندنا مشاكل في إن إحنا ما بنلعبش على ملعبنا خالص، الفرقة الوحيدة اللي في المجموعة، الوحيد اللي في المجموعة إحنا وتليفونات بني السويف اللي ما بنلعبش، إحنا بس تليفونات بس المجموعة التانية، إحنا بس اللي بنلعبش في ملعبنا، كان هيفرق جامد جدا جدا لو لعبنا في الفيوم، في بناط كتيرة جدا راحت مننا، يعني إحنا على أرضنا ضاع مننا نقطتين في إنبي، نقطتين المحلة، نقطتين الرجاء، نقطتين السموحة، ثلاث نقط سموحة، بتتكلم في حوالي 10 بونت راحوا منك وأنت عندك 23، كان زمانك أول دوري. هو موضوع التجديد من عدمه لسه أنا ما اتكلمتش فيه ولا قعدت مع حد. فاهم؟ وارد ان انا اجدد، وارد ان انا يعني اشوف حاجه تانية، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، يعني دي حاجه بتاعت ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيقدر لنا ان احنا نبقى موجودين في المقاصة، هنبقى موجودين، مش موجودين هنبقى مش موجودين. اخر اخبار العرض المغربي وكان بالفعل المغربي خلص، المغربي هم جابوا الزاكي خلاص، يعني هو جابوا الزاكي، وانا راجل كنت بقول لهم دايما ان المواطن دايما او المدرب المواطن اولى بكتير واحسن بكتير من اي مدرب اجنبي، وهم الناس يعني زي ما بيقولوا مشوا على نفس النمط، وبالتالي دي مش هتزعل حد. في حاجه جديده؟ قريب ان شاء الله. الاسس اللي على اساسها كابتن حسام البدر بيختار المجموعه اللي معاه الفتره اللي جايه ضم في منتخب مصر الاولمبي. لا احنا الفتره اللي فاتت عملنا اكتر من 5 تجمعات، وفي نفس الوقت التجمع الجاي لاول مره هيبقى فيه لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي ان شاء الله، مفروض في مباراه غانا باذن الله تبقى يوم 1 يونيو هناك، فان شاء الله باذن الله هتبقى اول تجربه بشكل مجمع نستفيد بيها ونبتدي نتعرف على امكانيات اللاعبين، وهم في نفس الوقت يبتدوا يتعرفوا على فكري، على اساس ان شاء الله الفتره تبقى طويله، وبتمنى توفيق للنادي الاهلي تحت
قياده اي مدرب وفي نفس الوقت ويبقوا موفقين ان شاء الله في الاختيار. والاهلي طلبك الفتره اللي جايه؟ انا قلنا قبل كده كذا مره يعني اما تقول لي بيتك بيطلبك لازم افكر ولازم يعني هيبقى في بيتي يعني فاكيد لو البيت بيطلبني لازم هيبقى في استجابه لكن كلها بمعايير برضه. فوز مهم يمكن فوز معنوي اكتر منه انه فوز بثلاث نقاط على الاتحاد السكندري اكد زعامه ورياده النادي الاهلي وان الاهلي مكانه الطبيعي ان هو دايما يكون في المقدمه. لا هو فوز مهم بس مش فوز معنوي لان انت فوز معنوي انت كنت محتاج المباراه كنت محتاج تكسب كنت محتاج الثلاث نقاط انا بتلعب فرقه زيك في البونت بتنافس عندها هدف كبير جدا انها تصعد زيك المربع الذهبي فالفوز مش معنوي لا ده فوز ايجابي وكبير علشان يعني تحط رجلك خطوه لقدام وان شاء الله ناكده المباراه الجايه نكسب ونصعد ان شاء الله المربع الذهبي مكاسب كتيره طبعا من المباراه الحمد لله. النادي الاهلي فرقه جماعيه فرقه كبيره فرقه بطولات عندنا عناصر كتيره جدا في 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 مراكز ملعب كلها في نهايه بطوله وداخلين على بطوله ثانيه مركزين جدا جدا في البطوله اللي احنا فيها المهمنا جدا ان احنا ننافس عليها بشكل قوي ونكسبها كمان داخلين على ثلاث مباريات مهمه في الكونفدراليه يهمنا جدا نقدم نتائج ايجابيه علشان نحط رجل كمان في المربع الذهبي بالنسبه للعيبه او المراكز أو اعتقد ان ده حديث مش وقته دلوقتي هدفنا يعني اكبر من كده دلوقتي في ملفات في النادي اكيد بتتفتح ولكن كل واحد في مكانه مسؤول عن ملف معين احنا كجهاز فني مهمتنا دلوقتي الملعب مهمتنا دلوقتي نعمل نتائج ايجابيه ونفس على البطولات. انت عارف النادي الاهلي دايما لما بيخش بطوله احنا بنلعب على المركز الاول بندور دايما على البطولات فاحنا الفتره ديت احنا مستعدين جدا ان احنا باذن الله ربنا يكرمنا وناخد البطوله كلنا مركزين دعم كامل من مجلس ادارتنا والجهاز الفني بتاعنا ما متأخروش علينا في اي حاجه فان شاء الله احنا باذن الله احنا الفتره الجايه مركزين يبقى ان شاء الله نختم الموسم دوت يبقى بطوله السوبر وبطوله افريقيا وان شاء الله بطوله الدوري يبقى ختمنا الموسم بكل البطولات باذن الله. انا لو عايز اقود تجربه في حته تانية في التوقيت دوت انا ما كنتش جددت انا مجدد للنادي الاهلي 3 سنين يا جماعه فالكلام اللي بيقول ده انا مش عارف ده لمصلحه مين اللي بيقوله بقى يعني حد عايز يجي حد عايز يروح وكلاء انا مش فاهم انا راجل جددت في النادي الاهلي 3 سنين ده بيتي ما حدش يزايد عليا في بيتي انا موجود مع الفريق شاركت ما شاركتش انا راجل تحت امر الجهاز الفني تحت امر النادي الاهلي في اي وقت يطلب مني العب انا موجود الحمد لله يعني احنا بنقدم بشكل كويس الفتره اللي فاتت ومركزين في بطوله الدوري وربنا يكرمنا ان شاء الله بيها ونفوز بيها ونسعد جمهورنا ان شاء الله باذن الله. اكيد انت كنت خلاص التعادل كنا هنطلعك بره دلوقتي الحمد لله جون في الثواني الاخيره دخلك تاني في المنافسه فاتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتشين الجايين ونكسب ونبقى في شايف المجموعه الافريقيه ازاي الزمالك عنده تحديات كبيره قويه جدا يعني ما اقدرش اقول انها قوية. مش هتكلم في موضوع لغز استاذ اسكندريه ولا حاجه لا هو موضوع الحمد لله احنا لحد دلوقتي اللي لحظه بكلمك فيها احنا الاول الحمد لله يعني انك تقع ماتش او تتعادل او الحاجات دي وارده في الكوره وانت كسبان لاخر الدقيقه 80 امبارح ويجي في جون في الدقيقه 80 برضو وارد في الكوره ان شاء الله لسه عندنا ماتشين ان شاء الله باذن الله يعني نتاهل ان شاء الله. شايف المنافسه صعبه مع الاتحاد والاهلي برضو لسه في الكره في الملعب ان الفرقتين الثلاثه يصعدوا هي لحد دلوقتي كل حاجه في ايدينا احنا ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا نكسب الماتشين اللي جايين خلاص اكيد فوز مهم وفي الاتحاد فرقه محترمه كانت بتنافسنا على موسم كويس بس يعني اعتقد انه يعني صعودنا مربع زي شيء طبيعي مش حاجه غريبه وان شاء الله خلاص صفحه وقفلناها وهنركز في اللي جاي ان شاء الله. الاهلي قادر على التحديات اللي جايه بطوله افريقيا دوري تحديات كبيره اكيد ان شاء الله باذن الله. اسمي زياد. زياد انت بتشجع ايه بقى؟ بشجع الاهلي. بتشجع الاهلي؟ اه. بتحب الكابتن محمد بركات؟ اه. نفسك تمسك تبقى لعيب زيه؟ ان شاء الله. والنهارده عايز تقابله بقى وتسلم عليه النهارده في الافتتاح؟ اه. تحب مين تاني من لعيبه الاهلي؟ كابتن احمد كابتن سعد معوض وشريف اكرامي وسعد الزمير وائل جمعه والفرقة وبقيه الفرقة اقول لهم ان جمهور الاهلي ما يقعدوش ما يبوظوش الاستاد عشان الاهلي ما يخسرش يعني عايزهم يحضروا الماتشات بس من غير ضرب شماريخ ولا سواء